مش عايزين برضو ننسى ناس تانية، واحد زي محمد الشناوي طبعا. لا في نجوم كبيره ونجوم، لكن انا بتكلم على الشحات سعد حسين الشحات. ناس كتير النهارده حسين الشحات في مفاوضات النادي الاهلي مع العين الاماراتي، حسين كانت رغبته واضحه من الاول، انا عايز النادي الاهلي. صح. دخل احد الاطراف علشان كان ياخد حسين الشحات. حسين الشحات وقتها بلغ رئيس النادي الاهلي الاماراتي انا عايز النادي الاهلي، لو هيدفع فيا 5 مرات اللي هيدفعه النادي الاهلي، وفي الوقت ده تنازل عن فلوس من مستحقاته. ده حقيقي. علشان يكون موجود في النادي الاهلي، ومبلغ كبير جدا، مبلغ كبير علشان يكون موجود في النادي الاهلي.